تحياتي للجميع. لو عندك تلفزيون جولدي الجمل والمفاتيح مقفولة ولكن الريموت شغال طبيعي جدا وكل القوايم شغالة تمام بريموت، علشان المفاتيح اللي في التلفزيون مقفولة لازم استخدم الريموت علشان ادخل على قائمة التأمين، هنا قائمة التأمين، والغي الخاصية. علشان الغي خاصية القفل في تلفزيون جولدي الجمل بدخل على كلمة تأمين واحاول احدد تأمين من الريموت، ولكن الريموت مش شغال معايا والقائمة مش بتشتغل معايا، يعني لما بضغط على الريموت بيجيني تأمين، كل حاجة شغالة تمام، كل الوظائف شغالة ما عدا التأمين. كلمة تأمين مش بتشتغل معايا وانا على قناة الفيديو. علشان اشغل المفاتيح لازم اطلع من قناة الفيديو نهائي، اخلي التلفزيون على وضع الأرقف على اي قناة، اي قناة تعجبني اقف عليها، المهم ان انا اكون على وضع الأرقف، وبعدين احدد القائمة واجيب تأمين، هنا اختار تأمين وهقول له غلق. انا هنا وضحت كلمة تأمين بتيجي وانت على وضع الأرقف، يعني تكون على وضع اي قناة من قنوات التلفزيون، اما على وضع الفيديو ما ينفعش اختار تأمين وانا على وضع الفيديو، لازم اكون على وضع الأرقف على اي قناة. القائمة بتطلع معايا شغالة تمام تأمين، وحدد اللي انا عايزه، وحاليا التأمين مقفول، يعني المفاتيح شغالة. حاليا المفاتيح شغالة بعد ما لغيت القفل. انا هنا وضحت التأمين في تلفزيون جولدي الجمل، ما ينفعش ادخل على قائمة التأمين وانا على وضع الفيديو، زي ما قلت لازم اكون على وضع الأرقف، يعني اي قناة واضغط مني واختار تأمين، وبعدين احدد من الجمل كلمة تأمين وادخل على تأمين واقول له فتح او غلق. هنا فتح يعني قفلت المفاتيح، غلق يعني فتحت المفاتيح اللي في التلفزيون. اتمنى ان اكون وضحت المعلومة للجميع، وتحياتي للجميع، والى اللقاء في معلومة جديدة.